يقول رجل صاحب أجرة يذهب من مكة إلى جدة ورايح جاي، يقول ما أنام، عيونه حمر ما ينام، شغال هذا موسم، يأخذ الحجاج من المطار إلى مكة. يقول فأركب معه مجموعة، ثم وهو راجع قال لمن معه أنا ما أقدر أكمل، ناقص ثلث ساعة أو نص ساعة في المحطة، فأوقفتهم. كان بينهم يقول رجل وزوجته من باكستان، يقول والله العظيم يا جماعة ما رأيت أحد مثله، يقول لا في الإحرام عليه أشوف أضلاع، أشوف العظم، جلد العظم، يا الله يمشي هو وزوجته، يا الله يتحركون. يقول فقلتهم بنزل أكل، فنزل كل مجموعة وروح أكلت في المطعم ورجعت شبعان، حمدت الله عز وجل. يقول أبغاهم يركبون، ففوجئت عند إطار السيارة اللي وراء، يقول وجدت الرجل وزوجته قاعدين وحاطينهم تحتهم كيس وخبز مكسر يابس وماء، ويأخذان من الخبز المكسر ويغمسون في الماء ويأكل، ويغمسون في الماء ويأكل. يقول بغيت أنجز، أنا آكل اللي بقيتها أكثر من اللي أكلتها وهذول يأكلون. يقول فقلت لهم أحسن منهم العربي، ما جو إلا لله، وكفى والله لهم عزا هذا الهدف. يقول فقلت لهم بشتري لكم أكل، ما وش تبغون، ما يفهمون شيء، يطالعون بعضهم يتبسمون. يقول فرحت اللي يعبي بنزين، فقلت تعال قل لهم أبشتري لكم ايش تبغون، من الذي تشتهونه؟ يقول فقالوا ما نبغى شيء. قال قل، يقول انا والله ابكي، قلت قل لهم ما راح اخذ منكم فلوس لا حق الاجار ولا باخذ منكم فلوس الطعام، مجانا من عندي بعطيكم اياه وبوصلكم المكة، بس اطلبوا اللي تبغون. قالوا قل له ما نبغى شيء. يقول فقلت لهذا لا لازم اشتري لهم اي شيء، قل لهم اعرض عليهم. يقول نظروا في بعضهم يتبسمون، ثم قالوا لهذا، قالوا قل له انا وياها متزوجين من 50 سنة، وأول سنة اتفقنا أن نحرم أنفسنا عشان نجمع الحج، ومن 50 سنة وإحنا ناكل هالأكل وما ضرنا ولا بيضرنا، فما نبغى يوجب تفشكرنا.